هذيك الحبس كتواصل مع عيط الملولي كاين شي خبر على الملولي كان معايا في الشومبر، كان معايا في الكارت ماشي الشومبر، يعني كان هو في الانفرادو وانا كنت في الانفرادو وكنت كنتواصل انا وياه. وكيف من خرجتي قلتي واحد في واحد الفيديو السابق بانك خرجتي والملولي بقى بغيتي ترجع عنده، شنو زعما حيت بقى فيا الملولي فهمتيني؟ انا عارف، انا اكثر واحد عارف القصه ديالو واش فهمتيني. يعني الملولي يعني داروا ليه مؤامره يعني ما انا ماشي كنهضر، لا القانون دار خدمته، المحكمه دارت خدمتها، النيابه العامه دارت خدمتها، ولكن المؤامره اللي داروا للملولي يعني ما عندهم حتى شي علاقه بالقانون وما عندهم حتى شي علاقه بالبوليس. ارسلوا لي الطوموبيل ديالو وردوه، ردوه هو اللي صيفط بنادم باش يهرسها لي، مع كاين جميع الادله بان الطوموبيل ديال الملولي تهرسات. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.